قد يكون التراسل بحرية هو أهم ما يشغل بال كثير من مستخدمي تطبيقات المراسلة حول العالم. ربما هو اللي بيدفع البعض للانضمام لتطبيق تيليجرام. لكن هذا الملاذ الآمن أصبح أيضا للأسف مساحة للمتطرفين ومنفذي بعض الأعمال الإرهابية. هو ما دفع مسؤولين وخبراء في الحكومة البرازيلية للقلق من أن يصبح التطبيق ناقل للأكاذيب والنقد اللاذع قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، خصوصا أنه الخدمة بترى عدم التدخل في المحتوى في الدردشة الفردية وحتى في الدردشة الجماعية. خلونا نتعرف أكثر عن التطبيق وسبب تميزه بالنسبة للبعض. تنضم إلينا من مراكش فدوى كمال، خبيرة في الأمان الرقمي. أستاذة فدوى، مساء الخير وأهلا بحضرتك. يعني تطبيق تيليجرام هو دائما ما يثير الجدل بقدر ما فيه من مميزات بقدر ما بيثير المخاوف. إزاي شايفة مميزات تطبيق تيليجرام مقارنة بالتطبيقات المنافسة أو المشابهة؟ أولا مساء الخير وشكرا لكم على تسليط الضوء على هذه المعضلة. بالنسبة لتليجرام مثله مثل تطبيقات أخرى مثل واتساب وسيجنال، يتيح إمكانية الـ end-to-end encryption، بمعنى أن المسج أو الرسائل التي يرسلها المستخدم لن يتم فتحها إلا عند نهاية الإرسال، يعني عند الشخص المتلقي، بحيث تتيح تلك الخصوصية. أغلب هذه التطبيقات تعد المستخدمين بهذه الخاصية أو الخصوصية لرسائلهم، لذلك يتجه العديد من المستخدمين لهذا النوع من التطبيقات. بالإضافة للأند تو أند إنكريبشن، هناك أيضا عدة خاصيات التي لا تتيحها برامج أخرى أو تطبيقات أخرى مثل واتساب وسيجنال، بحيث تتيح إمكانية خلق مجموعات تصل إلى 200,000 أو ما يسمى بالسوبر جروبس. طيب فدوى، لطالما كان تيليجرام متهم بأنه ملاذ لكل العمليات الإجرامية، لماذا برأيك لم يؤثر هذا الاتهام حتى الآن على تماسك الشركة أو على بقاء وانتشار التطبيق؟ باعتقادي انتشار التطبيق سواء تيليجرام أو غيره من تطبيقات المراسلة المشفرة يعتمد على نوع المميزات التي يقدمها للمستخدمين، وليس بالضرورة، يعني باعتقادي الشخصي سمعة الشركة أو سمعة البلاتفورم لا تؤثر بشكل كبير على تهافت المستخدمين على التطبيق. وأيضا باعتقادي التطبيق بما أنه يوفر إمكانية تشفير محادثات، فالمستخدمين يحسون بتلك الخصوصية أكثر من أي برنامج آخر، بينما هناك برامج أخرى توفر نفس الخصوصية لكن ربما ليس بنفس المميزات. يعني تيليجرام كما قلت سابقا يوفر إمكانية خلق مجموعات تتجاوز الآلاف، يعني تصل إلى 200,000 ممبر أو مشارك أو عضو في صحيح. المجموعة. خليني طيب أسألك أخيرا، إزاي نحل المعضلة دي ما بين إتاحة مميزات لها علاقة بالحرية والأمان بالنسبة للمستخدم، ولكن في نفس الوقت دون يعني إساءة استخدام هذه الأداة في القيام بعمليات إرهابية أو عمليات إجرامية أو التستر على جرائم ونشرها أو حتى يعني إشاعة أو يعني تقديم شائعات في بعض المجتمعات والدول؟
وكما قلت هي معضلة، يعني معضلة خلق التوازن بين الحريات والحقوق وعدم يعني عدم ممارسة censorship أو الرقابة على الأشخاص والجماعات، وأيضا حماية المستخدمين وحماية الناس يعني من التطرف، من خطاب الكراهية إلى غير ذلك. يعني التقنية لازم نفرق ما بين البلاتفورمز أو منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المراسلة. الفرق هو أن على منصات التواصل الاجتماعي يمكن تقنيا أن نقوم بالverification أو fact check أو تدقيق المعلومات ووضع مثلا علامات تشير إلى أن هذا المحتوى أو إزالة المحتوى. لكن عندما يتعلق الأمر بالمراسلة الخاصة فنحن الأمر معقد، لأن الشركات بالأصل تعد المستخدمين أنها توفر end-to-end encryption يعني محادثات مشفرة، يعني بمعنى أنها حتى الشركات نفسها ليس لديها الحق أن تطلع على هذه المحادثات. فكيف للشركات أن تحمي الأشخاص الذين يستخدمون هذه التطبيقات إذا كانت ليس لديها الحق بمراقبة أشكرك. هذه التطبيقات؟ صحيح. شكرا جزيلا لضيفتنا من مراكش فدوى كمال خبيرة الأمان الرقمي، أشكرك جزيلا.